أنا جميلة البقاعي، عمري 42 سنة، جيت على مخيم الزعتر من 2013، أرملة وعندي 5 أولاد. أول ما أجيت كان الأمور صعبة علي، قالوا لي في شغل برا بالمزارع وطلعت اشتغلت، لأن ما لهم مش معيل لأولادي غير أني. من الساعة 5 الصباح لأذان المغرب لحتى أرجع على البيت، كل نهار بالشمس، بالرجعة نكون هلكانين تعب. المسافة من بيتي للساتر طويلة كثير، يعني أجي تعبانة، لما أجي بدي أبلش عاد شغل البيت، بدي أبلش شو بدي أعمل أكل للأولاد، وكانت فرص العمل يعني قليلة، وأهم شيء أنه كان الأجار برا قليل، يعني بشكل قليل، وكنا نتعب، فعلا كنا نلاقي تعب. استفدت منه اني كان علي دين، وبعدين بعد ما خلصت من الدين بلشت اشتغل ببيتي، كبرته، كان ما عنديش غير كرفان واحد ومطبخي كان صغير، واستفدت كثير يعني الحمد لله. تعرفت على رفقاتي هناك، صاروا بالنسبة لي أهلي الثانيين، وصرت أحب الشغل كثير، ما بصدقش أمات يطلع الصبح مشان أطلع على الشغل، لأنه فيه حماس، والناس كمان يعني تغيرت نظرتها إلي، يعني صرت مرة مكافحة، أنتكل على نفسي، أعرف أنه في دخل عم بفوت على بيتي، وأجيب كل لوازم لأولادي، ما أخليهم يحتاجوا حدا. تعلمت من شغلي انه بشغلي بالفرز انه الزباله نقدر نستفيد منها شغلات كثيره، بقايا الاكل نقدر نساويها سماد، البلاستيك نقدر نستفيد منه، ان شاء الله انه يكبر المشروع ويستمر عشان يعطي فرصه عمل، لانه في ناس كثير حابه انها تشتغل فيه وتجربه، ونقدر ناخذ كل النفايات اللي بالمخيم عشان نقدر نستفيد منه.